جزيرة طبعا هذه لها قصة. في القرن الأول هاجروا زعابي إلى المنطقة هذه واستوطنوا المزرعة، فينقصون البحر وشيلون المحار وياهم ودونه إلى المنطقة هناك، يوم يجون ونهار ثاني يريحون. بعدين قالوا البلاد هذه أكيد فيها ما حلو، كان فيها نوع من شجر الغاف يسمونه عود قبل الأولين، يطلقون على الشجرة الواحدة يسمونها عود، وقالوا هذا فيها عيدان غاف أكيد فيها ما حلو. فحفروا طواء آبار ما حلو، وجدوا الماء الحلو من بيت عبد الله بن حسن هذا الحصن الحالي اللي حتى مسجد الروايح. فكانوا ما يروحون الغوص، أغلبيهم يبقون في البلاد، خاصة الناس اللي يقيضون خت والحيل والفحلين المناطق هذه وريف راس الخيمة اللي هي قريبين من البحر، يكتبون هناك شهر وينزلون الجزيرة 20-25 يوم يغوصون، والجو كان دافي البحر فيجيبون محار كثير ويكومونه حتى ييبس ويأخذون من القليل بس ويفتحونه والباقي يخلونه حتى الشتاء. لما الشتاء ويصير البرد ما يصيرون ما يدشون البحر، يتأخرون فيسوون يسمونها موادن، مودنة يودون المحار فيها. وأيام الشتاء لما يكثر المطر هاي المنطقة احنا نسميها الحامات، وين سعود شيخ سعود الله يطول بعمره سوى المينا هذه في البحر، كان هنا مغدر. المغدر هذا يمتزر، لما يمتزر اليزيد ياخذون منه 4 أشهر ما يحلو ما يبوا من الرضمة، ياخذون من هذا المغدر كل هالناس تاخذ منه. ويوم بعد 4 و3 شهور يقول لك لا خلوا حق عشان الطير والحيوان تشرب منه، ومن ثم ايام الصيف يجيبون ماء من 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 الرضمه ويجيبون من اطواء بالنسبه للماء. اما بالنسبه لليزير، اليزير كتجاره الحمد لله كان اللؤلؤ من يعني هو مصدرهم الرئيسي من البحر والاسماك طبعا، الاقتصاد الاقتصادي لما انهارت البورصات في اوروبا انهار هنا السوق للؤلؤ، فالناس فكرت في اشياء ثانيه، فكروا بالسفر، فكروا في تجارة ثانية أخرى، بس زعاب ظلوا وقلبيهم يسيرون، وبعض منهم يسيرون الغوص حتى ولو اللؤلؤ نزل سعره بقوا يمتهنون مهنة الغوص. وعندنا نحن السفن اللي هي تجيب المواد الغذائية هذه تودي من هنا الجزيرة كانوا والبادية هذه والناس اللي في الإيبال وغيره، أكثر شيء يجون يبون مواد الغذائية يبيعونها في الجزيرة، لأن الجزيرة فيها سفن تحمل هذه المواد وديها دبي والشارج يبيعونها هناك، هم التجار اللي هنا يشترونها ويخزنونها بعدين السفن تأخذها، يسمونها المياوشية، يودونها دبي والشارج يبيعونها ويجيبون بضايع من هناك، يبون الرز ويبون السكر ويبون الطحين والأخر. أما للدهن والأسماك واللحوم زعاب عندهم، كل بيت في الجزيرة كان فيه حلال يعني من ناحية الدبش الله يجلكم البقر والغنم والأشياء هذه، وهم يستخدمون هذه، والحطب يجيبونه من البر ما يحتاجون يشترونه. أغلب الناس تريق الخبز والتمر لأن هذا أشياء ثانية ما كان موجودة، المتوفر كان التمر والخبز بس بالنسبة للريوق. الناس عشان يطلعون البحر قبل لازم يكون الحرمه قبل اذان الفجر جاهز للريوق. وطبعا بالنسبه لللبن اللي عندهم طبعا كل بيت فيه لبن، الحرمه تكون خاضه ومجهز اللبن، يا اما مسويت النشامي ولا يشربون لبن عاد مع التمر ويطلع البحر. يجي الظهر الجزيره قبل انا لحقت عليهم، اغلب الناس ما يتغدون، اغلب الناس ياكلون التمر والسمك، العيش يأكلون في الليل لأن يوم متأخرين. هذا بيتنا الحين لا زال موجود، هذا بيتنا احنا عمره أكثر عن 300 سنة وزيادة، متخلفين 4-5 جدود ولا زال الآن في أول أنا اللي حكت عليه مخزنين ودهريز. حياة يدي الله يرحمه أنا قبل ما أولد قسمه بين أبوي وعمي،
عمي محمد الله يرحمه مو أبوي. عمي أخذ مخزن ودهريز، أبوي أخذ مخزن وعريش، وعشنا احنا فيه، وبعدين طبعا زيدنا فيه ولا زال موجود بيتنا نحن في الجزيرة الحين. ما شتفزوا لا رادوا، أول ما طاح طاح الراديو، وهذا اللي هو يسمونه ميرفي، هذا يحطونه على بتري سيارة يشغلونه كبير، بتري كبير ما سارع، إذا فضع عبوه من مثل السيارة. طبعا الصيف الناس كلها ترحل من الجزيرة، وإحنا سرى نقيض الفجيرة مع يدي الله يرحمه لوالدتي، عندهم نخيل هناك مزارع نخيل، وربينا هناك نحن في القيض، نروح 5 شهور 6 شهور 5 شهور ونص ونرجع، نجيب التمور معانا وغيره وهذا. بس طبعا يجيبونه في السفن من فجير التمور، تجيب تمر زعاب من الباطن من عمان لين دبا، تمر كل يومين في منطقة، يحملون التمر محطة عليه علامة، كل واحد له علامة مخصصة. كانت أول الناس فيها أمان، يفتحون البيوت ويحطون التمر ويقفلون عليه ويعطون المفاتيح، خلوها للمفاتيح. احنا نروح للفجير على البوش طال عمره، ناخذ 6 أيام نهار 7 نوصل، سيارة يجي 6 سائر 7 ويراجع 7، لأن تدري يعني الحين مو مثل السيارة المطية عليها حمل عليها شغل. بس وأول كان المياه موجودة في كل مكان من كثر الأمطار، فما نحتاج الماء، يشلون الماء. عقب جت السيارات وناس قامت تصير في السيارات عادة، أو آخر الناس يعني. الألعاب كنا نلعب الهول ونلعب التبه، تبه تحت وتبه فوق، هاي الحين يسمون الهوكي، هاي احنا نسميها تبه تحت مع الخشب مع الحطب، وتبه فوق اللي هي هذه يرفعونها ويلعبونها كان الاولاد، والهول ونوع من الخشب يسمونه هش. الاعياد احنا عندنا اول اني طبعا يصلوا الناس، كل الناس تصلي في المصلى، تصلي العيد، بعد بصلي العيد الجزيرة كلها، كل بيت يسوون ريوق، ونحن الزعاف في الجزيرة عادتنا كان أول محل يسوي عيش ولحم، يسوون قدر عيش ولحم اللي بيسوي، أما كل يسوون لا أكلات الشعبية اللي معروفة اللي هي الهريس والبلاليط والخبز والخمير والمحلة وهذه الشغلات هذه. والناس تدور من بيت لبيت، كل فريج فريج أو كل يعني هذه يسلمون على بعض. العصر يسوون الرزفة، رزفة العيالة، وأحياناً يسوون استعراض صفن في الخور قبل إذا الباي متروسة، يسوون استعراض الصفن، يتسابقوا بعضهم بعض استعراض. هذه العيال في النهار يغنون العيالة، وفي الليل من بعد صلاة العشاء يغنون الأهل، في العصر يبدون بالعيالة ليل المغرب، ويجمعون بعد المغرب يغنون بعد تعوشير يسمونها قبل صلاة العشاء مرتين أو 3 مرات، وبعدين يوقفون صلون العشاء وجمعون وقنون الأهل لين يشبعون، لين يدخلون المعرس لك يقول يا الله بذعذاع النسيم يذنى، ويبلغ العاشق هو مطلوبه ويوقف. هاي لك الثاني يقولون لأن العشق يدعي الثجيل ينا ولا يهتري بقوت ولا مشروبة، هاي من داهم ياسين، وبعدين ينشون وينشردوا بنشيده، نشيد وايد عادي منها يقول يعني هاي نشيد واحدة يقول يعني يقول ذكر النبي من يوم يخلق نوحي، ومن يوم آدم مسكنه في الجنة، حب الخضر سوى ثلاثي روحي، وانواع العشاق فرض سنه، يقول لو ما محمد ما نشت لعبادي، ويشهد لنا يوم الحشر والموقف، صلوا على محمد النبي الهادي. هذا من نشيد الأهل. مطاوعة قوي عندنا، مطاوعة اللي هم يسمونهم عقولتهم الكتاتيب، نحن زي المطاعة قبول والمطوعات. الأولاد أول يقرون يعني إذا هي مطوعة، والأولاد صغار شوي يقرون، البنات والأولاد كلهم جمعة يطوفون كذي دائري، والمطوع يالس ويحفظهم. يوم الخميس يودي خميسية نص ربية 4 عانات كذي، هذا الناس دول تتعلي الحال يعني، مو مثل الآن الحمد لله كل شيء متوفر، مدرسين مدارس بنتهن الكويت بنتهن. نحن عندنا كانوا الناس تدرس في بيوت، الناس يدرسون القرآن يحفظوا القرآن والكتاتيب يكتبون، الناس اللي عقب ما ختم القرآن يعلمون الكتابة، أول بس يعلمونك حفظ القرآن
إعراب ونسخ. إعراب اللي هو يعني تعرب الكلمة مثلا، والنسخ ترى طريقة النسخ، ويتعلم الكتابة لنتعلم القرآن. الحريم يدرسنا بنات ويدرسون أولاد بعد. بالجزيرة مهنة البحر أكثر شيء، مهنة البحر، غوص، القحة، الضغة، العاملة، يصيدون الخباب، يصيدون الجنعد، يصيدون السمك، يصيدون العومة، هاي مهنة السمك وايد. أول سفن تجيني في ظهر الجزيرة، أبوام كبيرة وخشب كبار يشترون ويحملون ودون يسافرون برا، ودون الهند، ودون آسيا، ودون أفريقيا، ودون أكل أيام بعد صوب الكويت، ماشي ثلاجات، هذا يودونهم سمك هذا أيام الشتاء وبارد، يودونه كل مكان. أول يأخذون مني من رأس الخيمة واليسير المنطقة. أول ولد يعني اللي احنا افتهمنا من يوصل 15 خلاص يلزم عمره. أبوي أنا الله يرحمه اضطر وعمره 15 يقيص، ود 15 لازم يكون قيص، يا قيص يا سيف. أول غير الولد وهو صغير يتعلمون، كنت صغير أنا حياتي دي الله يرحمه أربط في ريلي حصى، وأنا عمري 6 سنوات 7 سنوات عقني في البحر عشان أغوص وأتعلم القواصة. أول لا وأنت صغير لازم تكد، لازم تتعلم تصير ورياييل، تصير ورياييل وتتعلم مهن وكل شيء. قبل أنت إذا ما تعرف مهنة ما تسوى شيء، ماشي يا رياي طبي قبل الوسم والمساح. أول ماشي يدويس دخاتر وما دخاتر، هاي يدوانا قبل يدوانا شعبي دكاكين. أول يزير فيها دكاكين، رأس خيمة يا أسواق، شارجة، دبي، هاي التجار يجيبون البضائع هذه ويعرضونها في السوق والناس تشتري. أنصح أن إن شاء الله الشباب بأنهم يحافظون على تراث أباهم وأجدادهم. الإنسان مش عيب إني أنا أسأل شيء وببحث يعني معلومات يستفيد منها ويفيد منها غيره للأجيال التي بعده.